قشر الرمان على فكره يبقى له مفيد جدا علاقه من الحاجات المفيده جدا. دم قشر بيبيض لك الرمان سنانك يبقى له علاقه بالابتسامه. ايوه قشر الرمان من الحاجات وكمان المفيده عشان بيبسطنا ويعلي هرمون السعاده فليه علاقه بالابتسامه. ومليء بالمغنيزيوم يعني حتى طبعاً. لما حد يجي له كرامب في رجله والبوتاسيوم يقول له كل موز, عشان رجلك تبطل تشد. ناكله ولا نعمله كوكتيل عصير؟ بص يفضل ان احنا ناكل الحاجه لان الكوكتيل والعصير بيبقى فيها كمان نسبه سكر عاليه, الياف بتبقى اقل, فده مش حلو لصحتك. طيب اخر سؤال يا داليا. قبل اخر سؤال بص دي واحده, هما بيقولوا الفاكهه تتاكل والخضار تعملها عصير, الخضروات هي اللي تعمل عصير مش الفاكهه, صح المعلومه دي؟ صح, علشان السكر اللي موجود في الفاكهه لو احنا شلنا منه الالياف لان احنا بنصفي العصير بالظبط, فبالتالي بناخد السكر ده بيرفع لنا نسبه الانسولين في الدم في الجسم. فغلط. يبقى العكس صحيح. العكس صحيح. الخضروات تتعمل عصير. ساعات كنت بعمل ايه بقى, الجرجير مع البقدونس مع القرفس ويتشربوا كده, بس بعمل كده واخد الخضار. بس مفيد جدا للبشره والشعر. لا انا سؤالي الجاي كان ايه المفيد للبشره ونضاره البشره والشعر؟ هو ده الاناناس. شبه الجلد. تمام. وعايزه اقول لك ان كوبايه اناناس واحده, عصير اناناس في اليوم, بيدينا تقريبا 90% من احتياجنا اليومي لفيتامين سي. الله. وفيتامين سي للناس اللي عايزه تاخر ظهور التجاعيد مهم جدا لانه أيوة. بيحفز انتاج الكولاجين. صح, بما ان بقى احنا بقى برنامج ستات فموضوع التجاعيد ده مهم. وتم مؤخرا اثبات ان هو انتي ايجينج او مضاد للشيخوخه فيتامين سي. حتى دكاتره كتير يقول لك دلوقتي لازم تحرص عليه في الاكل او تاخد كبسوله فيتامين سي. ده كمان مهم, فيتامين سي كانتي ايجينج كمان للمفاصل بتاعتنا. كمان للمفاصل. يعني الكولاجين مهم كمان للمفاصل مش بس البشره. والكوارع كمان. ايوه بالظبط. كوارع مفيده للمفاصل. مظبوط. وحاجه من الحاجات اللي اختفت شويه من بيوتنا برضو الكوارع. هنرجعها ان شاء الله في اهلا بالستات. كله هيرجع بعون الله. داليا تقولي ايه للستات كده في اخر الحلقه؟ نصيحه بقى. اقول لهم ان يا ريت نبعد عن الحاجات المصنعه, يا ريت نرجع تاني كل الخضار, طبق السلطه ما بقاش موجود بانتظام في الاكل بتاعنا, لازم كل يوم على الاقل ناكل ولادنا حاجه خضراء, يعني بدل ما احنا بنديله بسكوت خصوصا الاطفال الصغيرين, خد بسكوته علشان يمشي بعيد او حاجه, اديله خيارايه, اديله موزايه, اديله تفاحه. صح. يعني خلي نرجع تاني نبعد عن السكريات للاطفال, نبعد عن الكلام ده وناكلهم حاجات طازه. مع الاسف احنا بننتبه لده لما الطفل يبقى عنده 3 4 5 سنين ويبدا يقاوح. والله لو احنا عودناه على كده من هو بيبي. انا شفت امهات معوده عيال على كده من هم اطفال, هم اصلا بقوا مش راضيين, يعني تيجي تديهم حاجه ساقعه او كيس من البطاطس يعني المحمره الحاجات دي الجاهزه يقول لك لا ده مش مفيده ليا, عشان امه معوداه على كده من هو صغير. لكن في بعض الناس تنسى وتيجي على 3 4 سنين عايزه توجه خلاص فات, يعني هتتعب جدا. يبقى الاساس الام. حقيقي. داليا الجمل اخصائي التغذيه العلاجيه شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا جدا على وجودك معنا.